هذو جماعة شاحنات الوزن الثقيل الجزائرية عند النقطة المعروفة باسم ريشة نجيم، حوالي 210 من كيلومتر من مدينة زويلات، ودائما مع المعاناة نتاعهم. والإشكالية الوحيدة تقريبا تبقى في قضية المحروقات. معروف بأن السلطات الولائية لولاية تندوف تعطيهم 600 لتر، والمسافة تقدر ب 3400 كيلومتر ذهابا وإيابا، فيها 1700 كيلومتر بيست ذهابا وإيابا. الواحد تعطيه 600 لتر من تندوف لنواكشوط ياكل 1000 لتر طون. 600 ما تجيبو يقعد مطايش، سيرتوها الإنسان اللي ما يعرفش الطريق يقعد حاصل. فهمتني؟ رحنا الواحد هنا يشري المازوط للبتية 200 لتر يشريها بخمس ملايين، وعلاه وحنا داخلين سوق باغي نسوقوا المنتوج الجزائري في موريتانيا ومن خلالها عبر السوق الإفريقية، اللي نأكد ونقول باللي المنتجات المغربية هي المسيطرة على السوق الإفريقية بنسبة 90%. يوميا نواكشوط الشاحنات المغربية تدخل 100 شاحنة، احنا مجموعة من الناقلين دخلنا نواكشوط حصلنا في المازوط، والمشكله الاشكاليه قاعده في لوطريزاسيون في الترخيص نتاع نقل المحروقات اللي عطاونا الكميه ما تزيناش. والاشكاليه تمكن الاشكاليه تكمن في السلطه الولائيه لولايه تندوف، وعلى راسها رئيس اللجنه الولائيه المكلفه بهذا الموضوع. وهي عندنا عينات هما جماعه الحمد لله من الشرق من الغرب من الجنوب من شكون هو. عندنا علي القادم من مدينه نواكشوط متوجها الى ولايه تندوف. خويا علي تحكي لنا شويه على المشاكل وعلى حسب ما شفت الطريق. خويا الطريق هذه راحنا مغبونين بزاف، رانا مغبونين بزاف في المشكل تاع المازوط. ايوا كاسوار ما راهش يكفينا. ايوا انت باغي تنافس هذه السوق الافريقيه بدون مازوط ما تنجمش. دي العراقيل للناس تعطيهم 600 لتر تضحك عليهم. 20 مليون باش راحنا نولوا كورسها من موريتانيا. من موريتانيا خلص المازوط غالية، والمازوط نتاعنا والمازوط عندنا في البلاد الله نتاعنا خلصوا ب 5 ملايين. نشروه في دول اجنبية ب 5 ملايين اسوام طائلة. والله مشكلة، رحنا مغبونين. والله المشكلة رحنا مغبونين في هذه المشكلة. لا باغيين ينافسوا هذه السوق الافريقية، وهذه خاصهم يعاونونا يزيدوا لنا في المازوط وينوضوا بالاقتصاد الوطني الجزائري. الى ما بغاوش يا خويا الواحد يحبس خليها للمغاربه يا خويا. هما منافسه خلينا ندخلوا عليهم. ندخلوا لموريتانيا لاصحاب المروك عندهم الغازوال يعطوهم 2000 لتر. لا والله تجي تسوقنا هنا للواكشوط هذا رانا حصلنا في المازوط الاولى كون شروا الرجاله ما نلحقوش. المشكله تاع المازوط كسرتنا بدينا نشروها بالسومه طالعه. والله تبيعها ب 1000 وتشريها ب 50000. هذه المشكله الاولى. الدوزيام ثاني الديوانه يزيروا علينا ما راهمش مسهلين الامور. ثاني تاع الفلاحه ثاني سهل الامور بان خدمه. راه كيما المغرب ما تقعدش نفسها وراحت علينا ب 50 40 سنه ب 40 سنه ب 40 سنه تقعد وما لعبوهاش. والله العظيم تقول لك الانتاج ولي ما ندير والو هكذا ما ندير والو كيما تزيد انتوما بلوكيتيهم. ماشي ها الرجال يخدموا اللي راح ما يوليش راه راهم يخدموا. ها ديجا حصلنا احنا طبعا كثر خير الرجال اللي جابوا لنا. السلطات لكل ولايه لولايه تندوف لازم يعاونونا، ولا كان بغاو ان شاء الله نتنافسوا في السوق الافريقي هذا لازم السلطات تاعنا تعاون. ايوا بارك الله فيك. المغرب ما ينقدوا معاه. صح. عندي شهر والكلام. عندي شهر والكلام. هذه فياجة واحدة. فياجة الأولى داروا لي المشاكل الديوانات تاع موريتان. ما مول السلعة. دار الروطار باش يخلص. قلت له نرجع. قال لك ما ترجعش. زيد القدام ما تزيدش. مازال. الكازوار غالي، العيشة غالية، كل شيء دوبلي، الخبزات دير 2005. المازوط الإشكالية نتاع المازوط هذه. المازوط 5 ملايين البرميل. 5 ملايين البرميل طلقوا له بثلاث براميل. وحنا طلقوا له بثلاث براميل. والمازوط نتاعنا ونخلصوا ب 5 ملايين. واه رزقك تشريه بالغلا. والله مشكلة. تاع دولتك. علاه يا عمي علاه. يجي يقول لك 5 ملايين المازوط هو جايبها من الجزائر. وتديه وعينك انت جزائري. وما يستعرفش بالدينار الجزائري خاصك باقي العملة نتاعو بسومة بخس.
وبسوما بخص. واه الدينار كي تقول له نشري بالدينار يقول لك ما انا ما نحتاجش الدينار اعطيني لوكيه، كي تبدل له بلوكيه يطلع لك السومه نتاع لوكيه. بالك البتيه تسقم لك 6 ملايين. واه الله غرق. واش فرحنا مغبونين، رحنا مغبونين. معليش خويا ابو زيد.